السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني اخواتي، ربي يسعدكم ويحفظكم ويعطيكم الصحة والقوة. لكل مين دعمني باخر فيديو، ولكل مين تفاعل على اخر فيديو، ولكل مين علق باخر فيديو، انتوا اللي شجعتوني بعد رب العالمين. طبعا انتوا اللي اعطيتوني حافز على اني ضل مستمر بهاي القناة. انتوا اخواني، انتوا احبابي، انتوا اهلي، ربي يعطيكم الصحة والقوة يا رب. إذا كنت عم تشاهدني لأول مرة، بتمنى منك تشترك بالقناة وتحط لنا لايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد إن شاء الله. طبعاً اليوم موضوعنا اللي هو كثير من الأخوة والأخوات، خاصة المبتدئين بتربية الطيور الكناري، في عندهم أسئلة شائعة، وهي الأسئلة هي ممكن تضر الطيور، ممكن لا سمح الله تضر الطيور بالإنتاج المقبل أو الموسم المقبل. يلي هي بعض الأسئلة بتقلي أنه عندي ذكر كان يغرد وما عاد غرد، عندي إنتاي كانت تلف العش ما عاد لفيت، الذكر ما عاد خصة بالبيض، الإنتاي باضت بس ما عم تحضن، الإنتاي ما عم تحضن على البيض ولا عم تطعمي الفراخ، إذا فقست طبعا ما عم تطعمي الفراخ. عملت عملية تشويق بين الذكر والإنتاي ودخلتهم على بعض فما توالفوا وما أخذوا بعض. عندي انتاي بضت 4 بيضات وما فقست غير واحد، شو المشكلة او شو هو الحل؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ طبعا هدول هن مبتدئين فما بيعرفوا انه شو المشكلة او شو الحل. بتمنى من الكل يشاهد الفيديو للاخير، لان انا بعرف في كتير من الاخوة والاخوات مبتدئين بتربية الطيور الكناري ما بيعرفوا شو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي اللي هو نحن بهذا الوقت او بهذا الموسم او بهالفترة اللي عم يمر فيها الطير الكناري، هي وقت او موسم طرح الريش، ما انه موسم التزاوج. تمام؟ فاكيد الذكر يلي كان يغرد ما عاد يغرد، والانتاي اللي كانت تطعمي او الانتاي اللي كانت تلف العش ما عاد تلف العش. انا هون في وراي كتير من الذكوره وكتير من الاناتي كانوا زقيقه عندي، بس هلا فاتوا بمرحله القليش. وجب علي امام الله وامامهم اني ريح الطير، هذا بالنهايه هو روح. تمام؟ انا ما فيني شغل الطير عندي 24 على 24، في مواسم بمر فيها او في فترات او في مراحل بمر فيها الطير، فوجب علي انا اني احترم هالمواسم او هالفتره اللي عم يمر فيها الطير. فأنا ما فيني إذا ذكر عندي ما عم يغرد خليه إجباري عنه يحطه مع أنتاي لاف العش مثلا، خليه يزاوجها. بالنهاية الأنتاي حتبيض بيض زياف من دون ما تاخذ تلقيح من الذكر. أو العكس صحيح، إذا أنا في عندي مثلا ذكر جاهز حطه مع أنتاي ما أنا جاهزة، يعني أنتاي داخلة بالقليش ما فيك تدخله. أخي الكريم، لما أنت عم تحط الذكر مع الأنتاي، الأنتاي جاهزة لاف العش والذكر فايت بالقليش، شو انت رح تاخذ نتيجه؟ النتيجه هي الانتاي حتبيض بيض زياف ما حيطلع عندك فراخ. شو عملت انت بالحاله هاي؟ تعبت الذكر وتعبت الانتاي، عم ترهق الذكر ترهق الانتاي. فاخي الكريم اختي الكريمه، وجب عليكم انتو حطوهم بقفاص، الذكر بمكان او الذكر بقفص اللي ما عنده مسمى القفاص هاي اللي هلا انتم شايفينها قدام عينكم، هون في عازل بالنص، هاي هو عازل بلاستيكي وعازل سلكي. بتحط الذكر بجنب والانتاي بجنب تاني. تمام؟ اذا ما عندك انت هاي القفاص فيك تحط مهم الذكر بقفص والانتاي بقفص. تمام؟ بحيث الانتاي تفوت بالقليش، الذكر يفوت بالقليش ويطلعوا مع بعض لحتى يفوتوا كمان بفترة الراحة، يعني نقاها للطير هاي. تمام؟ بعدها نحن من شو منبلش بقى بالتجهيز، يعني ان شاء الله كنا طيبين باول شهر 12 لحتى نبلش نجهز طيورنا على الشهر الواحد او شهر 2 بنفوت بقى بموسم التزاوج. اما هلا غلط، هلا اي حدا عم يحط الذكر مع الانتاي هذا الشيء غلط الا ما رحم ربي. هلا بالنسبه لهذا الوقت، وقت الصيف درجات الحراره طالعه، تمام، والإضاءة عندكم بلشت هلا تنزل، يعني كان مثلا تعتم العين يصير بالليل يعني الساعة 10، هلا صار تقريبا بلشت تنزل تصير 10 إلا ربع أو 9:30. فبهذا الوقت إخواني أخواتي، ما بنصح حدا أنا بنوب بموضوع التزاوج، ولا حدا يخاف إذا عنده ذكر ما عم يغرد أو إنتاي ما لفت العش، فلا تخاف، هذا مانو مريض ولا فيه أي شيء نهائيا. بس أنت وقت تزاوج هلا بده يصير معك امراض اجباري، يعني التهاب الكبد، التهاب الامعاء، امراض التنفسيه،
بك الطير الموسم الجاي ما رح يكون مثل هذا الموسم، الانتاي رح تكون مرهقه، ما رح تبيض مثل ما كانت تبيض بهذا الموسم، فرح توع كثير مشاكل وانت بغنى عنها. فنصيحه مني اخواتي، يلي عم يفكر يزاوج بهذا الوقت يوقف الطيور ويريحها ويدخلها بالقليش او بطرح الريش، وانا عامل فيديو سابق كيف تدخل طيورك انت بالقليش. طبعا هذا كان اليوم موضوعنا او كان درسنا، بتمنى ان شاء الله كنت انا خفيف الظل عليكم وما كان الفيديو طويل، لانه في كثير من الاخوه والاخوات عم قالوا لي انه فيديوهاتك طويله، فعم حاول هلا انا اقصرها وما تكون طويله. حدا عنده اي فكره نطرحها بالقناه نعمل عليها فيديو حطوا لي اياها بالتعليقات، واي حدا عنده اي سؤال اخي الكريم اختي الكريمه لا حدا يستحي، يلي ما بيسال ما بيتعلم، خلوه بالتعليقات وانا ان شاء الله خادمكم باذن الله وبجاوب على اسئلتكم. كان معكم ابن الشام، تحياتي للجميع والسلام عليكم.